صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 61 لسنة 2018 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد. جاء فيه المادة الأولى: يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأربعاء 12 من شهر ديسمبر 2018 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس.